تكلموا بالصدق. صباح الخير يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عيد وانا مشغولة شوية، اصلي بجهز الاكل والحلويات والبسكويت علشان العيد. ما شفتوش شطور؟ يا شطور تعالى. انا جاي سريع جاي، يلزم اي خدمة. انا جاي، انا جاهز، انا شطور الجاهز. خد يا شطور العشرين جنيه دي. شكرا يا ماما، شكرا. انا كنت عارف انك حاسه بيا، مفيش احن من قلب الام. ايدي كبسها. لا يا شطور، العشرين جنيه دي مش لي. كان برضو قلبي حاسس. هعمل بيها ايه؟ هتروح تشتري لينا قالب كيك. ده بيتاكل ده يا ماما؟ لا يا حبيبي، ده قالب بيتحط فيه الكيك وندخله الفرن فياخد شكل جميل. فهمت فهمت، ده انا شطور. وده بكام يا ماما؟ قوليلي عشان البياع ما يضحكش عليا. قالب الكيك يساوي 15 جنيه، وتجيب من البياع الباقي 5 جنيه. خلي بالك يا شطور. فهمت، معايا 20 جنيه، هجيب القالب ب15 والباقي 5 جنيه، هجيبها لك يا ماما على طول. انا جاي. ما تتأخرش يا شطور عشان نعمل الكيك. في السريع، باي باي يا ولاد، انا جاي. أنا كمان دخل المطبخ أكمل أكل العيد. راح شطور واشترى القالب ب10 جنيه وخد الباقي 10 جنيه، لكنه كذب على ماما. ماما فاكرة إن القالب ب15 جنيه، أنا رجع لها 5 جنيه وأخد أنا 5 جنيه. أوعى حد يقول لها يا ولاد. احط 5 جنيه في جيبي الشمال دي ليا طبعا. يا ماما يا ماما، انا جيت. برافو عليك يا شطور، هو ده القالب اللي عايزاه. تمام، فين الباقي؟ اتفضلي يا ماما، 5 جنيه الباقي. هو ده الباقي يا شطور، مفيش حاجه كده ولا كده. انت عارفين يا ماما، عمري ما اكذب ودايما اقول الصدق. ده بابا يسوع يقول لنا تتكلموا بالصدق، افسس 4:25. انا واثقه فيك يا شطور. انا داخله المطبخ اعمل الكيك. الحمد لله ماما ما عرفتش وصدقت الكذبه، ودلوقتي اطلع 5 جنيه من جيب الشمال. ايه ده ايه ده، هي فين 5 جنيه؟ يا نهاري، ده جيبي الشمال طلع مخروم، وقعت 5 جنيه. يا ضيع فلوسك يا شطور، يا ضيع فلوسك يا شطور. مالك يا شطور، متضايق ليه؟ وايه الفلوس اللي ضاعت دي؟ اقولك ايه يا ماما ولا ايه، الجيب طلع مخروم، الجيب طلع مخروم. كل ده عشان الجيب مقطوع، انا هخيطهولك. الموضوع مش كده يا ماما، الموضوع مش كده، انا لازم اقولك الصدق. قول الصدق يا شطور، انت كذبت عليا صح؟ صح. انت خدت باقي الفلوس ليك صح؟ صح يا ماما. وعرفت ازاي؟ انا سألت على قالب الكيك امبارح وعارفة تمنه. يا نهاري، ماما عارفة كل حاجة، امال عملت ليه كده يا ماما؟ حبيت اشوفك هتقول الصدق زي ما يسوع علمنا تكلموا بالصدق، أفسس 4:25، ولا هتكذب عليا؟ وللأسف كذبت.
انا عرفت ليه ضاعت ال5 جنيه؟ ده بسبب كدبي يا ماما. انا كذاب انا كذاب انا كذاب. تقدر تتوب يا شطور ويسوع يقبل توبتك. يعني ايه يا ماما توب؟ يعني تصلي وتعترف بالغلط اللي عملته وتتعهد انك ما تكررش الكذب مره تانية. انا عايز اصلي. انتوا كمان يا ولاد صلوا مع شطور. سامحني يا بابا يسوع على كدبي، كدبي وقعني في الغلط وضاعت الفلوس، ومن النهاردة أقول الصدق وأعيش بالإنجيل اللي علمنا تكلموا بالصدق، أفسس 4:25. مش هكدب تاني وهقول الصدق. آمين. برافو يا شطور، انت النهاردة بقيت انسان جديد صادق وما بتكذبش. انتوا كمان يا ولاد ويا بنات قولوا الصدق واوعوا تكذبوا. ودلوقتي اقول لكم باي باي، اشوفكم تاني.